first of all, I think it's amazing the size of it. It's unfortunate that COVID sort of has to allow you to make it over a number of weeks rather than the festival all in 10 days. But the grounds are spectacular. But more importantly, I think that it really highlights and shows the richness of the diversity of the culture. And I'm so impressed that a country reveres this and brings it forward for future generations. I don't have much experience with camels, but I'm amazed at their beauty, their size, how calm they are waiting to get judged. I took a lot of videos myself, spoke to the camels, they spoke back to me. It was really quite a fabulous experience. I'm really glad I came out here. I think once COVID is over with, this is just a spectacular event. And I congratulate the organizers and the rulers of the country for bringing forward their culture and their tradition in such a spectacular way. And more people from around the world should come, and they're going to get their chance because Expo starts in less than 1 year. And not only should all the visitors from outside the UAE visit Expo, but they then should take the opportunity to visit the rest of the country. And I think your festival will be right in the middle of Expo. And so this is one of the destinations that people should come to and experience this. خلال هذه الفترة إجراء 791,519 فحص على مستوى الدولة، وقد كشفت هذه الفحوصات عن ارتفاع بنسبة 2% في الحالات المؤكدة ليبلغ عدد الحالات 8,556 حالة. بناء على ذلك يبقى معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 1% مماثل للمعدل في الأسبوع السابق، وبذلك يكون هذا المعدل الأقل مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي الذي بلغت فيه النسبة 11.3%، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي بلغت فيه النسبة 6.7%، دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغت فيها النسبة 7.8%. شهد هذا الأسبوع ارتفاعاً في حالات الشفاء، وذلك بنسبة 14% ليبلغ مجموع حالات الشفاء 5,614، وكان مجموع حالات الوفيات لهذا الأسبوع 21 حالة. انخفض معدل الوفيات إلى 0.3% لأول مرة منذ بداية رصد حالات وفاة بسبب كوفيد-19 في الدولة، وهو من أقل النسب عالمياً مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي الذي بلغت فيه النسبة 2.3%، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي بلغت فيه النسبة 2.5%، دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللي بلغ فيها المعدل 2.6%. اليوم نود أن نزف لكم بشرى الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020، وهذه خطوة مهمة حققتها مؤسسات الدولة وبعد دراسة وافية لمرحلة عودة النشاط الديني في دور العبادة والحرص على التدرج في العودة للحياة الطبيعية ولكافة الأنشطة والممارسات مع الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات المعنية والمحددة على المستوى الوطني. على جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب. وتتضمن الإجراءات أيضاً تجنب لمس الأسطح المكشوفة ومقابض الأبواب والالتزام بالملصقات الإرشادية ولمسافة التباعد والمحافظة عليها وتجنب الازدحام.
كما نود التنويه على الالتزام بقراءة القرآن من المصحف الشخصي أو من الأجهزة الذكية بجانب تحميل تطبيقات المتابعة الصحية والمعتمدة في الدولة وتفعيلها خلال الحضور للمسجد. ينطلق مهرجان شيخ زايد التراثي كل سنة في هذه الفترة التي تتزامن مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني. يستمر هذا المهرجان لمدة 3 أشهر. يحتوي هذا المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية التراثية الترفيهية التي تكون استقطاب لجميع فئات الأفراد اللي في المجتمع، سواء كان من مواطنين أو مقيمين أو زائرين. نظرا للظروف الحالية لجائحة كورونا، تم وضع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بهذا المهرجان للحد من الانتشار هذا، مع التزام جميع زوار هذا المهرجان بالتباعد الجسدي ووضع الكمامات. كذلك تم وضع تعقيم كامل في هذا المهرجان وجميع المرافق الموجودة فيه. هدفنا هو استمتاع جميع زائرين هذا المهرجان والحرص على توفير جميع السبل الترفيهية والسياحية والثقافية والتراثية لاستمتاعهم وقضاء أفضل الأوقات في هذا المهرجان. كذلك يوجد العديد من الفعاليات نقول الحين الفنون التراثية والفنون الفلكلورية الخاصة بدولة الإمارات، كذلك والدول الصديقة والدول المجاورة التي تحاكي ثقافة وتراث هذه الدول. ما شاء الله، يعني المهرجان جدا منظم وجدا يعني في متطوعين كثار، وأعتقد أن الإجراءات الاحترازية جدا مأخذينها الناس. هي دي ثالث سنة باجي المهرجان، والسنة دي كان عندي شك إن هو يكون موجود صراحة، بس فوجئت إن هو موجود في ميعاده. من بداية ما دخلنا من الباركينج لغاية الدخول لغاية لما وصلنا هنا، في التزام وتطبيق للإجراءات الاحترازية. جايين طبعا نتفسح مع الولاد ونغير جو، خاصة مكان مفتوح، فبنتبسط جدا الحمد لله. الدنيا بتبقى حلوة والمهرجان بيبقى لذيذ وفي عروض حلوة. أنا واحد من سكان العير، اول ما سمعنا المهرجان فتح جينا هني. فالمهرجان السنه يعني كبدايه حسب بدايه طيبه، وفي امور طيبه متغيره، ان كان في النافوره ان كان في المحلات، يعني كل سنه من الافضل للافضل. The atmosphere is very encouraging and you can see the vibrancy here and my children, we are here with the family and we are enjoying ourselves and it's a good family outing.